انت محروس ازاي بندخل البضاعة؟ شوف ووعدك يا دياب اني هتعلم ان شاء الله. اخويا جابر. لك يا سي جابر. لك محروس كيفك؟ الحمد لله. بعد يا دياب تاجي وتستلم البضاعة بذات نفسك. تتفرج محروس على الشغل وبيجي واحد منينا. بلك انت دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصل، لا يعرف يستلم ولا يخزن، كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس، وبعدين يروح ياكل حمام وينام. جابر ده ملك الدخين والتخزين والتشوين كمان والتوزيع، ولا نسيت اياك؟ لا ما نسيت شيء. أمو يا رجالة قوام قوام. هزعل عليك قوي يا معتصم. ايه؟ لا ماشي، خد الزبون. دياب يلا يلا يلا. دياب حكيت لك يا سيدي الناس بنت الدرجه عملت فيها ايه؟ كي تستجرى وتعمل فيك كده؟ عشان غلبانه وقليله حيله استفردت بي، وحريمك بدل ما يدافعوا عني وقفوا يتفرجوا. وقفوا يتفرجوا كلهم ليلتهم كحلة الليلة دي. ما عملتش حساب لكبير ولا لصغير، وبعد ما عملت عملتها السودة دي خدت في وشها وطفش. طفشت؟ راحت لفين؟ غارت لبيت ناسها. كيف تستجرى وتعمل كده؟ ايه فاكرة البيت ده ملوش كبير ولا ايه؟ بنت جليلة رباي وبينها كده هتتعب دياب اخوك. لا 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 لا، ده هي اللي هتتعب قوي، وشكلها كده لازم يتكسر لها ضلع. لا رايح فين يا سيد الناس؟ رايح لها، رايح لها بيت ناسها. لا بلاش بلاش بلاش، استني ده انا الليله هجيب عليها واعطيها. بلاش بلاش يا سيد الناس بلاش. يوهي. بلاش هيقولوا اني خبصتك عليها. انا ما حدش يعرف يخبص معاك. بلاش يا سيد الناس، يا سيد الناس بلاش. انا وانت والزمن طويل يا حكمت. جريها بنت، انت عامله زي الكرش البراني اللي كل ما نصرفوه يعاود لنا تاني. لا يا عمي ما تقولش كده. اسكت انت. جريها يا سادة، انت مهما كانت بنتي ولا يمكن يسيبوها تتبهدل خالص. انت تتلكك، عايزه تفشكل الجوازه وتبوظ الترتيب. خلصت كلامك يا عمي؟ ويفيد بيها الكلام، وانت راسك ناشفه وحجر صوان. راسي ناشفه صح، لكن في الحق عشان انا مره حره وما احبش حد يدوس لي على طرف، وهعيش حره واموت حره. وبعدين انا رجعت البيت ابويا ومحدش يقدر يمنعني مني. بيتك ومطرحك يا بنيتي. جريها يا نفيسه، ده بدل ما تعجليها. يا عمي ما احنا لازم نقف جنبها ونعززوها قدام اهل جوزها عشان يقدروها ويعملوا لها الف حساب. دي مهما كانت بنت الطراشنا. اسكت عاد، ايش فاهمك انت؟ سساد سساد، عايزه ايه يا سساد؟ سجابر البطاش جه تحت مستني حضرتك. وي انا جاي وراك. حاضر.
يا دي المصيبة السوداء. شفت عمايلك يا ست حكمة؟ اتدلع وشوف عاوز ايه. ما انا خابر هو عاوز ايه. جاي يدينا كلمتين في جنابنا بسبب بنتنا اللي معرفناش نربيها. انا متربي احسن رباية. وهي اللي متربي احسن رباية. تفوت بيت جوزها من غير اذن. شكل هم. مالك يا محروس فيك ايه؟ خايف. خايف عليك يا حكمة. متخافش. انا عارف انا بعمل ايه. عجبك اللي عملته بنت اخوك يا سيد كبير؟ طبعا لا يا سي جابر، بس انت كمان مرتك نجيبه غلطت فيك. هي اللي مدت يدها على مرتي طحنتها ضرب، وبعدها خدت في وشها طفشت وجات على هنا ما عملتش اعتبار لاي حد فينا. فيدي عندك حق، بس انت خابر، ده كلام حريم لا هيقدم ولا هيأخر. لا يا عمي، دي حديث صح، والحريم اللي انت بتستجل بيهم دول غير ما انت فاهم، ويا ويلك من كيدهم. ايه اللي دخلك في كلام الرجال؟ الموضوع ده يخصني وانا حاج واحده اتكلم فيه، خصوصا ان اللي هيمشي في الاخر لازم ان يكون بخاطري وعلى مزاجي. شايف؟ شايف بنت اخوك وقله ادبها؟ جابر، كونك اخد ياد جوزي ما يدكش حق تطول علي، خصوصا ان الست مرتك هي سبب المشكله. حكمه، لما مال واعملي لي اعتبار. انت على راسي يا عمي، لكن ما تاخذنيش، كل شيء هيمشي برضايا. وايه عادي اللي يرضيك يا حكمه هانم؟ اقعد هنا معززه مكرمه في بيت ناسي لحد ما دياب يعود من السفر ويشوف لنا حل في الموضوع ده. يعني انت بدك تشعلليها؟ لا، انا بدي ارسى بيناتنا حدود عشان ما حدش يخطيها. ليه؟ كلام ايه وحديد ايه الماسخ ده؟ شوف يا جابر، نجيبه مرتك عايشه متبخدده وكبسه على نفس باقي حريمك ومستجويه عليهم اكمنها جابت لك الواد. وانت ايه اللي خششك بناته؟ هي اللي خششتني لما حاولت تكتمني زيه، كانت فاكره اني هنخ وطاطي، لكن لا، انا مره حره ومحدش يتحكم فيا غير برضاي. وان قلتلك هتاجي معايا دلوقت حتى لو عثمانيه. ده ممكن يحصل يا جابر، لكن في حالة واحدة بس، لو قتلتني واخدتني جثة. يابا يابا اصحى يابا، أنا طاهر. اصحى طاهر. ازيك يا حبيبي؟ وحشني قوي. انت كمان وحشتني قوي يابا. طمني عليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا ابني، كل اللي يجيبه ربنا كويس. ربنا يخليك لينا يابا ويطول لنا في عمرك. ايه يلا حسن الختام يا ابني. ما تقولش كده، ما تزعلنيش منك، ربنا يجعل يومي قبل يومك. بعد الشر عليك يا ابني، ربنا يبارك فيك ويخليك لمراتك ولولادك وتفرح بشبابك. تعيش يابا. قول لي يا ابني، انت جيت امتى؟ لسه واصل، قلت اجي اشقر عليك الاول قبل حق. بص بقى، جبت لك معايا الموزه بنقطه اللي انت بتحبه، عايزك بقى تخلص لي الكيس ده كله. خليهم يا ابني لمراتك ولولادك. ماني عملت حسابي، جبت لهم معايا بجنيه بطاطا مشوية. ايه كتر خيرك يا ابني، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا ابني. ولا يحرمني منك يابا. ده كفايه انك انت يا ابني مش مخليني محتاج حاجه ابدا. ما تقولش كده، هو انا انسى؟ ده احنا كنا عيال صغيرين لما امي ماتت وانت ما رضيتش تتجوز عشان ما تجيب لناش مرات اب تقرفنا في عيشتنا، وكان نفسك تعمل لنا كل حاجه، بس انت كنت كحيان اياميها وما كانش حيلتك اللضا، وكنت دايما تقول لي يا طاهر يا ابني العين بصيره والايد قصيره. كان غصب عني يا ابني. انت هتعيط وتقلبها لي مناحي، ماني عارف انه كان غصب عنك، عارف ومقدر كمان، ربنا يخليك ليا يا حاج. ما تخافش، ده انا هقشر لك مستين عشان تزلطهم على بق واحد. مبروك يا حسام. الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك سعادتك. انسى الشغل دلوقتي بقى واتبسط. حاضر. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك.
كلميني اول ما توصلي. يلا بالسلامه يا بنتي. خدي بالك من جوزك. يلا يا سعيد. حاضر. مش فاهم والله. تروحوا ترجعوا لنا بالف سلامه يا نور عين. خلي بالك مني يا سلمى. حاضر. عايزاكوا بقى تقضوا كده هنيمون حلو وتنبسطوا، المكان هناك يجنن. خليكي في حالك انت يا اختي ملكيش دعوه. ماشي. انت سبقتونا وجربتوا. بقول لكم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا عم انت هتتخض من اولها ولا ايه؟ انا حجزت لكم في نفس الاوتيل وفي نفس الاوضه. نفس الاوتيل ماشي، نفس الاوضه لا تاخد مراتك وتروحوا انتوا نفس الاوضه. يلا كده برضه. بقى من نفسك يا عريس. بقول لك ايه؟ لا مؤاخذه يا جماعه تعالى. محمد امك ها مواعيد الادويه ولا كلمني افكرك؟ خلاص احسن ما تنامش. رحمه ابوك ما فيهاش اهمال. خلاص تمام. بقول لك ايه يا حبيبي؟ هو انت بعد حده الفرح بتاعت النهارده هتعمل ايه؟ هو انت هتفضل رئيس طول عمرك كده؟ انت مالك اعمل ايه؟ اعتبرها مأموريه يا باشا. يبقى مأموريه سعيده. يلا يا باشا. يلا ولا ايه؟ يلا مش هنفضل واقفين في الزحمه دي. يلا سلام على سلام محمد. عقبال عندكم جميعا. عقبال عندكم جميعا. مش عايز تحيي سياده اللواء؟ تحياتي بقى لسياده اللواء، وقولي له ان انا بشكره جدا جدا على 10 ايام اياهم دول. السلام عليكم. باي. سي جابر عاود ليله امبارح من غير ما يجيب حكمه معاه. واه ده كانه الموضوع كبير قوي عاد. ما هو الكبير علم بالموضوع؟ والله ماني عارفه. ربنا يسترها. شفت عاد يا سيد الناس؟ عشان لما اقول لك البت حكمه دي هتتعب دياب اخوك تبقى تصدقني. اهي ما رضتش تعاود معاك. والله وانا خابر اقول ايه للكبير لما يعاود من مصر، وكل ده سببك انت يا وش المصايب. ما هي ضربتني برد. ما هو من طوله لسانك وقله ادبك. اجده بردك يا سيد جابر. يا ولي افهمي افهمي. حكمه دي لا هي فتحيه ولا اعتدال ولا حتى عنايات لبت خشت مدارس ومتعلمه. بت مدارس يعني وشها مكشوف. يعني بتنصرها علي؟ انا بس بفهمك انها ما ناوياش تعدي الموضوع ده على خير. ربنا يستر لما يعاود الكبير من مصر ودياب من غربته. باي عليك ضربه تيجي في معاميعك. اشتقنا لك. حمد لله على السلامة. الله يسلم. اوكي. يلا بينا. يلا. يا هلا بدياب. كرواتيا منورة. كرواتيا منورة بنسها وبنورك يا مستر الألبير. لو مشتاق لنور مستر الألبير ما كنت خبتها لغيبي كلها. صح. طمني اخبار الشغل شو؟ قبل اخبار الكبير والدك شو؟ الكبير بسلم عليك قوي وبقول لك الموسم هيبتدي ولازم نكونوا جاهزين لكل الطلبيات. المبلغ تحول من حسابهم لحسابنا والبضاعه رح تتسلم بالمحل والوقت اللي اتفقنا عليه. فاذا تابع الترتيبات مع دياب. دياب انا عندي موعد مسبق فبعتذر، انما على العشرة رح نكون سوا بنحكي برواق عن والدك وعن كل شيء. Take your time, Mr. Berger. توحشتك قوي. اشتقت لي كثير عشان هيك غبت كل هالغيبة. ديدي. سي طاهر. ايام نامت يا طاهر؟ والله وابوك كمان نام. طب ما تصحيهم. ايه لا بس يا راجل، داني ما صدقت انهم ناموا عشان يروق لنا الجو ونبقى براحتنا. يا سلام. الله يسد نفسك يا بعيده. ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ ماله لبسي يا سي طاهر؟ ماله لبسي يا سي طاهر؟ في واحده جوزها يبقى مسافر بقاله اكتر من شهر، ولما يرجع تلبس له الجلابيه دي وعليها الاشارب ده ويبقى ريحتها طبيخ منتن.
المهم الحشو يا سيطار. الحشو؟ طب كلميني على حاجة ما نعرفهاش. خدي يا ولي إزازة الريحة دي بدل اللي انت بعتيه. حاضر يا سابعي. الله روشي نفسك كده، روشي نفسك. أنا عايزك تتصلي بالمطافي وتقول لهم ييجوا كمان ساعتين، وانا اقول لك 3 ساعات. لا كف الله الشر، اصل المرتبه دي هتولع النهارده، اصلني هعمل زلزال في البلد كلها وهوقع البيوت اللي حوالينا. كده لو قلت لي الجواز حلو ولا وحش ولا مش عايزه تطمنيني انت بصراحه. قلقانه يا حسام وقاعده بفكر. انت بتتكلمي جد يا سلمى؟ قلقانه من ايه؟ يعني خايفه من روتين ما بعد الجواز. روتين ما بعد الجواز؟ يعني ايه روتين ما بعد الجواز؟ كل البنات اللي اتجوزوا بيقولوا ان الجواز شهر العسل وبس، وبعد كده كله ملل وروتين. كله ملل وروتين؟ يا سلام، الكلام ده مش معايا يا ماما. ها انت معاك يا حسام. انا شخصيا شخص متغير، احب التغيير واموت فيه زي عينيا. يا سلام، بتحب التغيير؟ يعني انت بعد شويه تيجي تقولي انا بحب واحده تانية وعايزه اتجوزها؟ شفت انت سيئه الناس ازاي؟ شفت انت سيئه الناس ازاي؟ انا اقصد التغيير، يعني هتلاقيني بفاجئك. يوم هقول لك يلا سلمى حضري الشنطه هنسافر دلوقتي، يوم هقول لك البيت بقى دمه تقيل يلا نغير البيت، يوم هقول لك يلا نعمل اي حاجه، المهم مش هيجي لك لا زهق ولا ملل ولا روتين ولا الكلام الفاضي ده كله. المهم انت بقى ما تقعيش في الاخطاء اللي بتقع فيها البنات التانية اللي اول ما تتجوز. ها اللي هي ايه بقى؟ ان شاء الله البنت من دول تبقى هتموت على الجواز. اول ما ربنا يكرمها براجل تبتدي تتنمرط بقى، اول ما ربنا يكرمها وتخلف تنسى جوزها ده خالص، اكنه جدي قاعد في البيت كل الوقت لولادها. طب بس ده طبيعي يا حسين؟ يسلم. لا طبعا مش طبيعي، الست العاقله هي اللي تقسم وقتها ما بين جوزها وبين ولادها. الراجل مننا برضه يا سلمى يحب يتدلع يتشخلع يتقال له كلمه حلوه، صح ولا غلط؟ ايوه، بس انتوا برضه لازم تعرفوا ان الولاد بياخدوا من وقتها ومجهودها كتير. انا شخصيا حغير حتى من ولادي. خلاص يبقى بلاش ولاد من اساسه. استغفر الله العظيم، ما تقوليش كده لحسن ربنا يحرمنا من النعمه دي، ده انا هموت مستني اليوم اللي تيجي فيه سلمى صغنونه كده اقعد العب بيها. شفت بقى اديك قلتها، انت هتقعد تلعب مع سلمى الصغيره وهتسيب سلمى الكبيره لوحدها. انا هقعد العب مع سلمى الصغيره واسيب سلمى الكبيره؟ طب ايه رايك بقى ان انا عايز العب مع سلمى الكبيره دلوقتي؟ ايه يا حسين؟ اللي ايه يا حسام؟ في ايه؟ وانا جاي من جامعه الدول العربيه؟ انا عايز العب مع سلمى الكبيره دلوقتي. قومي يلا، قومي يلا، تعالى. ما هزعق يا جماعه، انا هلعب مع سلمى. شو عجبتك ولا لا؟ ما قلت لك انا صفقه لك، يعني لك عجبتيني؟ ده انت ب 100 راجل. ايه انا 100 رجال؟ خرب ذوقك، لا انا 6 ستات. بعدين حبيبي بزنس از بزنس، بما انه انت كوركت معي لهلا بتعطيني حقي بعطيك حقك. حقك محفوظ وزيادة هبابي. هبابي؟ شو يعني هبابي؟ أشرحها كيف دي. هبابي يعني عنديني زيادة حبتين. زيادة حبتين؟ إيه حبيبي. إيه أنا كتير بحب الهبابي. تعرفي لو ما عديش شغل في مصر كنت ما سبتكيش واصل. يا محتال رح أشتاق لك، ما تعمل مثل هالمرة وتغيب عني كتير. بقول لك ايه، ما تيجي حداي لمصر ححطك في عيني التنين. ايه هو العينين اللي عندك لقلي اصلا. ومش رح روح على مصر. ليه؟ علشان تشتقلي اكتر. صح صح الصبح. كيف يا ابوي؟ كيف يا ابوي تهون عليك حكمك تهمل البيت وانا في غربتي بين الحياه والموت؟ ما انا حكيت لك اللي حصل يا ولدي، وقلت لك انها هملت البيت ومحدش فينا كان هني واصل. استهدى بالله يا دياب، استهدى بالله. ولد ابوي واللي اتكسر يتصلح. انت بالذات ما تتحددش معايا دلوك، لحسن العفاريت كلها بتتنطط في وشي. عيب يا دياب لما تحدد اخوك الكبير كده. وعاوزني احدده كيف يا ابوي؟ وهو السبب في اللي حصل. انا دياب؟ ايوه انت. لو كانت مراتك نجيبها عامله لك حساب ولا حتى قيمه بين الخلق، ما كانتش اتعركت معاك ما تخلتها تامن البيت. في الخاش مكان. واه
انتوا التنين حتتعركوا مع بعض قدامي ولا ايه؟ بالاذن يا ابوي. على فين يا ولدي؟ رايح اجيب مرتي. استنى هنا. جابر اخوك ومرته نجيبه حياجوا معاك. انتوا مهما كان خوات والدم عمره ما يبقى ميه. عمرك يا ابوي. عمرك يا كبير. نجيبه اكتبت. ايوه تعالي. خلصي جاية. نعم يا سيد جابر. تلبس خلقاتك هنطلع البيت الطراشنة صالح بيتهم تحب على رأسها كمان. أيوة يا سيد جابر. بس ما بسش يا كده تلم خلقاتك وتطلع البيت أبوك لحد ما وراكتك توصلك. هي حصلت؟ حصلت ونص وثلاث أربع. الكلام اللي بقوله نفذ من سكات. فهمان يا بالتعلام ولا فاهمك؟ أوامرك يا سيد الناس. مش مبسوطة قوي؟ مش حل لو ما بقلناش اسبوع متجوزين يا سلمى؟ اسبوع بالنسبة لك فاتوا كانهم اسبوع؟ اه. انا بقى بالنسبة لي كانوا يوم. ايه رأيك بقى؟ شفت انا احسن منك ازاي؟ اه بتكسفيني. طب ايه رأيك بقى ان انا فاتوا عليا كانهم ثواني؟ اشمعنى؟ ساعتي واقفة. ها؟ ساعتك واقفة يا حسام؟ سلمى. ماشي. ايه يا حبيبتي؟ سلمى. ساعتك واقفة؟ سلمى ما ينفعش كده، الناس بتبص لك. سلمى. يا سلمى ما تجرنيش وراك يا مساح. سلمى. يا سلمى. سوري. سلمى ماي وايف نيو وايف. مي وايف شي لفت مي اندران وزا بسكليتا. سلمى يا دي النور يا دي الهني. شقتنا البركه نورتوا البيت يا اعز ناس. الحمد لله على السلامه يا سيدي. الله يسلمك يا حكمت. كده برضك تعملي بيتك وانا غايب؟ طب اعملي حساب الغربتي بتناسي او لبي لغايه ما ترجع ونتحدد. بتجوزك بقى بيتك مالكيش غيره. ايوه بس فيه ناس شايفين ان هم احق مني بالبيت دي. اسمعي يا بنت الناس، ده انت مرتي وست البيت كله، واللي ما يعجبه شيء الباب يفوت جمل. هيا نجيب رايك ايه في الكلام دي؟ رايي؟ لا الراي راي سيد جابر. انا ما تعودتش اكسر له كلمه. يعني موافقة نبقوا حبايب ولا لسه ناوية على الشر؟ لا يا اختي احنا حبايب. ده انت فهمتيني غلط. يا ريت اكون فهمانه غلط وظني ما يكونش في محله. خلاص عاد يا حكمت المسامح كريم يا بنتي، واحنا برضك اهل. وبرضك مديتهم لحد هنا تسوى كتير قوي يا حكمت. نديبه حب على راس حكمت ام امال ام لازم متصطفوا مع بعضكم. خلاص صفيانا من غير ما تحب وجيتكم على راسنا من فوق. احنا ناس بنفهم في الوصول. يعني هترجعي على بيت جوزك؟ بكون خدامه تحت رجليه كمان طالما شاريني وباقي علي. ده انت تتحط في العين وعلى الراس كمان. ربنا يديم المعروف يا اولاد. وعشان دوام المعروف يا صادق بيه والقلوب تصفى انا عاوزك تدي حكمه حقها في ورث ابوها. جا من احنا ومن مال ومن ديار؟ ما الحكمة تبقى مالي، واللي يتعدى عليه يبقى بيتعدى علي، وده ما قبلهوش خالص. ياب نتكلموا في الموضوع ده بعدين. براحتك يا صادق بيه، بس لازم تعرف انا ما تعودتش افرط في حقي خالص ولا في حق مرتي. حكمة قومي لمي خلقاتك عشان نروح البيت. امرك يا ستيال. ربنا يخليك لي يا سيد الرجال وما يحرمنيش من شدتك وقوتك في الحق. انا قلت لك لو ليكي حق فخر الدنيا هجيبه لك. الهي ما يحرمني منك واصل، بس انا لي عندك طلبه كمان.
أمري. أخويا محروس عايزاك تحادي عليه وتعلم الشغل معاكم. والشغل دي اللي قلتلي عليه خطر ما عاوزانيش أشتغل واصل. أنت قلتلي إنك كبير ولا ممكن تتضر فيه واصل. عاوزة محروس يكبر واسطيكم. اطمني يا ستي، من الليلة دي بيجي محروس أخويا صغير غيره. إلا بقول إيه، أنت هتسهر مع الرجالة الليلة ولا هتاجي بدري؟ لو ما عاوزانيش أطلع واصل ما أطلعش. لا، اطلع لهم شوي على ما أجهز نفسي يا عريس. أيوة كده يا عروسة. بقول إيه، هاتي حبيبي. بس دياب أنا بستحي. يا سلام يا بنتي يا نجاة، لو أبوك يديني فدان أرض من اللي عنده. كنت هتجندل بيه إيه؟ كنت هعمله مزرعة فراخ ما حصلتش. روح اتردم، ده أنت الدهب في يدك بيبقى تراب. أباي؟ أنا؟ أيوة أنت اللي ما فلحت في شغلانة من ساعة ما اتجوزتك، وكل مشروع تعمله تخرب وتقعد على تله. يا مرة يا مرة، بس أنت كلم أبوكي وقولي له يديني فدان أرض وسيب الباقي علي، واني هخليك تلعبي بالفلوس لعب. لو انا كنت استاجره تكن يقطع رقبتي قطيح. ما هو عارفك فاشل من يومك يا دكتور البهايم. زكي نام يا زكي، نامت عليك حيطه. طب يا اختي نامي نامي زكي جالوس طيم. انت هتنام ولا ايه يا راجل؟ ياه شايفه اني تعبان طول النهار في المنحل بتاعي. مينوبك مني الا تجريس طول النهار. اديك انت قلتيها ها، وكل ده ليه؟ لان ما حلتيش شيء. بعدك يا بنتي اعتماد، لو ابوك يسلفني القرشينات كنت عملتيه كنت صدرت العسل كله للولاد بره. يا اخويا صدر الجوه الاول. يا مره قولي لابوكي بيحبك وما يرفض لكيش طلب. اقول له يا جندلي قولي له يسلفني القرشينات او حتى يشاركني، اهو يبقى سيدنا بدقيقنا. انت عارف ان ابويا ما بيحبش الشراكه وما يحبش يشتغل حاجه ما يفهمش فيها. خلي زيتك ودقيقك لحالك يا شديد. ده انت بتغمدي يدك الهم. مش هتقعد معايا شويه؟ لا ما قعدتش، اقعد انت لحالك. تصبح على خير يا ست هانم. تصبح صاحي يا شديد. داد اقول لك ايه، كبسي لي ظهري، اعملي لي اللي هيقولوا عليه المساج ده. مساج ايه؟ هو انا في حل يا فرج؟ ده انا مهدوده طول النهار من الطبيخ وتنظيف البيت. يعني انا اللي كنت بلعب ماني طفحان الدم من صباحيه ربنا. ايوه بتلعب، مش انت برضو ندرس العاب؟ يبقى بتلعب يا فرج، ويا ريتك بتكفي بيتك. طب عايز انا اعمل ايه يعني وانا مدرس العاب وما عنديش غير ماهيتي اللي باخدها من الحكومه؟ تدي دروس خصوصيه زي بقيه المدرسين ما بيعملوا. دروس خصوصيه ايه يا مقبوله انت؟ هو في مدرس العاب بيدي دروس خصوصيه؟ انت كيف يعني؟ اقول لك تعمل للعيال امتحان صعب ما يعرفوش يحلوه، تقوم انت مديهم درجات زي الزفت اخر الشهر وتنكد عليهم هم واللي جابوه. طب وبعدين يا فلحه؟ ولا قبلين هيجوا جري عليك ويقولوا لك والنبي يا استاذ عاوزين ناخد عندك درس خصوصي عشان تديهم درجات حلوه. ايه رايك في الفكره دي عاد؟ فكره جهنميه. يا سلام عليك يا وداد، يا ريتها كانت خلفت منك 10. بقول لك ايه، نامي نامي تصبح على خير وسيبينا. نام نامي نام نام يا حزني. ايام الكليه بقى كانوا ركبونا من غير سرج ومن غير سرعه، ياما طلبت دغدغه صف الضابط يقول لك اركب. هتعملي ايه؟ لازم تركب. ماشي يا زهر، هو ده اللي علمنا ركوب الخيل. ايه ده؟ مين الرزق اللي بيكلمني دلوقتي؟ بسرعة حبيبتي لازم ارد. الو يا طاهر، ايه الاخبار؟ طمني. انا عرفت ميعاد ومكان العمليه الجديده. خلصني. المكان عند البحر الاحمر على الحدود مع السودان. والميعاد امتى؟ يوم الثلاث الفجر. طيب ابقى اكلمك تاني عشان اعرف كل التفاصيل. ها الله كريم. سلام سلمى، عندي ليكي خبر بايخ. احنا لازم ننزل مصر دلوقتي حالا. ايه ده؟ كان في ايه اللي حصل؟ معلش عندي مأمورية مهمة جدا، لازم ابقى موجود في مصر الليلة دي.
بس احنا ما كملناش اسبوع. ليكي عندي اول ما تخلص الماموريه نرجع نقعد اسبوع اتنين شهر اتنين زي ما انت عايزه. زعلانه صح؟ اوامرك يا ست الرائد. انا اعمل ايه يعني؟ ما هو شغل. انا عملت اتصالات بقوات الجيش وحرس الحدود عشان يساعدوكوا في الماموريه، واظن كل واحد فيكم عارف هيعمل ايه بالظبط. ان شاء الله يا فندم باذن الله. اهم حاجه عندي السريه في تنفيذ العمليه والقبض على المهربين وهم متنبسين. مفهوم؟ تمام يا فندم. اي اسئله تانية؟ ما اعتقدش يا فندم. تمام ان شاء الله. اتفضلوا وربنا يوفقكم. استنى انت يا حسام عايز. اتفضلوا. واحنا يعني ولاد البطه السودا؟ حضرتك بتقول ايه؟ اشمعنى يعني سياده اللواء عايز حسام على انفراد؟ ولا هو مفيش غيره على الحجر؟ وانت مالك يا عشري؟ ما تبص في طبقك مش طبق غيرك. طبق ايه؟ هو ده بيكفيه طبق؟ ده مكوش على الحله بحالها ومش سايب لنا غير الفتافيت. يا ساتر يا رب، ده انت نفسيتك زباله. يا ابن حسام ده اكتر واحد بيتعب في الاداره دي، وما شاء الله سجله ابيض وزي الفل من ساعه ما اتخرج. وبعدين قلبه جامد وما بيخافش، وده اللي منجحه ومخلي كل الظباط نفسهم يبقوا زيه. إيه الا انا مش عايز ابقى زيه. حتى لو عصت والله ما هتبقى ربعه. اوعى. انا فرحان قوي يا حكمه اني هشتغل مع دياب ويبقى ليا قيمه وسط الخلق. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك واصل. انت بتقول ايه يا حبيبي؟ ده انت اخويا وامي وابويا واللي عايزاه يبقى احسن واحد في الدنيا دي كلها. عارفه يا حكمه، من ساعه ما قلت لي ان دياب وافق يشغلني معاه، عارفه انا حسيت بايه؟ حسيت بايه يا محروس؟ حسيت اني اتبدلت وما بقتش محروس بتاع زمان، وان قلبي قوي والخوف ما بكيش ليه مكان جوايا. خلاص جه الوقت اللي هفك فيه الجيد اللي مقيدني بيه صادق بيه. للدرجه دي يا محروس؟ واكتر يا حكمت واكتر. صادق بيه ما هيبقى لهوش كلمه علينا من بعد النهارده، ولا هيتحكم فينا تاني وصل. انا مش مصدقه وداني. انت يطلع منك كل دي؟ لا صدقي يا حكمت صدقي، ولازم انا وانتي ودياب نبقوا يد واحده لحد ما نرجع ورسابونا اللي نهبوا منينا صادق بيه. صح يا محروس، واللي اتاخد بالقوه لازم برضك يرجع بالقوه، واحنا قوتنا فينا طول ما قلوبنا على بعضينا. بس انا ليه عندك طلب. اطلبي. عاوزاك تطور رقبتي عند دياب وتعمل كل اللي يقول لك عليه. طمني يا حكمت طمني. دياب ده مش جوز اختي وبس، لا ده في مقام اخويا الكبير كمان، وربنا وحده اللي يعرف محبته قد ايه في قلبي. وهو كمان بيحبك وبيخاف عليك قوي قوي وبيعتبرك زي اخوه صغير. ربنا يديم المعروف بيننا وما يبعدناش عن بعض واصل. يا رب يا محروس. العجل ده بالذات عايزك تحوش لي منه الكرشه والفشه وام الشلاتين. طلباتك كترت قوي يا مصطهي. هي جت علي وبعدين ما العجول كتير اهي والحمد لله، وده عجل سيدي منصور الليلة ليلة الغلابة يا اولاد. ايه سيدي منصور جه يا رجالة. الف مبروك يا كبير، ربنا يتمم بخير. انتوا مستنيين ايه؟ كله يحب على ايد سيدي منصور، سيدنا وتاج راسنا اللي عامل لنا قيمة وسط الخال. مبروك يا كبير، الف مبروك. ربنا يتمم بخير. ام انت وهو عشان تحب على يد عمك. ام امال انت وهو. الف مبروك يا كبير، تعيش يا اخوي. مبروك يا عمي، قصدي يا كبير. الف مبروك يا كبير. العريس لسه ما جاش. لسه ما جاش يا ابوي. انت كلمته مرتين؟ كلمته على الموبايل مرتين ما بيردش عليا واصل. واه يا دياب، هيكون ناسي زي عدته وهيكسفني قدامنا سايبنا. ما انت خابره الجواز ما لديتش عليه. والعمل ايه دلوقتي يا كبير؟ تاخد الواد طاهر وتتدلى على مصر دلوقتي بالطياره وتعاود قبل النهار ما يعدي. امرك يا ابوي. أنا طاهر. أمرك يا سيدي الناس. ورايا ورايا جاك الرباب. بالإذن يا كبير. واه يا دياب، لحد ميت هتفضل طايش كده. هادي آخرة العلام والعيشة في مصر.
خرطوشة ولا حرب. بابا اللي هرب مني هقتلها. مين خرطوشة؟ لا بنتي. يا علي خرطوشة هتقتل بنتك؟ انا حيالك يا سمار. لا دي بنتي انا. ما تلبسش نفسك جنافة واللي عندك يا خرطوشة. انا خلاص مفيش حاجة اخاف عليها حضرة الظابط. انا بتعامل زي برميل البنزين. اللي هرب مني وسخنه هيفرق في وشه ويقلع في الكل. قلت لك اقف مكانك. خلاص اهدى اهدى اهدى. ارمي السلاح اللي في ايدك يا حضرة الظابط. بقول لك ارمي. هاتوا هنا هنا. اقف مكانك. اهدى بالله واعل وارمي السلاح. لو اتحركت خطوه هقتله. وتقتله انت ليه؟ معانك البيعه دي. الضابط اللي تتاخد منه طبنجته ما يلزمناش تاني. ها هتيجي اغلى من الضابط يا خرطوشه؟ انا بعترف يا باشا. انا تعترف ايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. انت تاجر ايه؟ تاجر سلاح يا باشا. توجع توجع يا باشا. تاجر سلاح يا باشا. دراعك بيوجعك؟ ايوه يا باشا. انت تاجر في ايه؟ السلاح وصعده في المخزن يا باشا. فين؟ في المخزن يا باشا. حارب. انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص؟ خد الزبون يلا يلا. يا عم انت صدقت نفسك ولا ايه؟ ايدك عليت يا عم ولا حاجه؟ كانت هتيجي في دماغك وانت زمانك شهيد. اه والله تخيل انت بقى شهيد معتز. قوم يا عم امسك ده الحرز يلا عشان النيابه تشوف شغلها بقى. خلاص بس اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. المخزن جوه كده يا فندم. المخزن جوه يا فندم. مؤاخذه. شمع يا ابن السنه دي. اجي اركبه معاك البوكس لو تقيل عليك يا حامد. كلني يا صغر. الواد حامد عمل لك حاجه ولا ايه؟ عيل جمال داخلين المأموريه وانت مزنوق مع الجدع جوه وده بيقدم رجله واخر رجله بيقدم رجله واخر رجله. انا ايه جاله تليفون؟ تليفون واحنا داخلين المأموريه؟ عيل سيس يا عم. اه طبعا عيل سيس. انا ابقى ظابط محترم داخل المأموريه ويجيلي تليفون يبقى عيل. يا دي الكسره. بس دوبني. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا حسام. ايه يا ابني انت فين؟ كلمتك كذا مره ما تردش عليا ليه؟ والله كان عندي شويه شغل لسه مخلصه. اه طب ما تتاخرش عليا بقى يا حبيبتي. مسافه السكه بس انت بصي للعروسه. بسيتك العافيه يا حبيبي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. السلام. مع السلامه. اقول لك ايه، انا فرح اختي النهارده لسه هنعدي على المدير وامي بتستعجلني. يلا. اه يا حس بالراحه. حس في ايه؟ اظبط لك التاني. لا خلاص يلا يلا. كبرتي يا شهندة وبقيتي عروسة. احفظها وسعدها يا رب. مالك يا ماما؟ شكلك مش فرحان ليه؟ بالعكس يا حبيبتي، ده انا الفرحة مش سايعاني النهاردة. ده اليوم اللي انا مستنياه من زمان. بس انا مش متعودة انك تبعدي عني. مين دي اللي هتبعد عني؟ ده انا متفقه مع ساهر ان احنا عندك كل يوم، وعلى فكره ده شرط انا كاتباه في العقد. كل يوم؟ كل يوم؟ اه يا حبيبتي كل يوم. هو انا ليا غيرك؟ اوعي تصدقيها يا طنط، بكره تتجوز مش هنشوفها تاني. دي صاحبتي وانا عارفاها. اخرسي. ربنا يسعدكم يا حبيبتي. يلا بقى يا جدعان انتوا كمان يا بنات. يا رب يا طنط يا رب. حبيبي يا صباح الفل والفلافل. محمد الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. ايه الحلاوة دي يا عروس؟ اهو انت. فول وفلافل ايه يا واد؟ قول سمك، جمبري، كفتة، كباب. النهاردة فرح اختك. والله انا ظابط على قدي في الوادي الجديد ودي اكلتي المفضلة، والبني ادم مننا ابن بيئته يا ماما. يا حرام، ده انتوا بتتعبوا قوي. ده احنا بنتعب تعب ما بنشوفش اللحمة غير في الاجازات. مساء الخير. ياسمين.
ياسمين مين؟ بنت طنط جميلة. طنط جميلة مين؟ يا ولد بنت عم ماما. طنط جميلة. والله كبرت يا جميلة و... ياسمين. ياسمين والله كبرت ياسمين واتدورتي، ده انا ما عرفتكيش. بس ايه رأيك؟ في ايه بالظبط؟ لا اصلي ياسمين اصلي. نعم تعالى. تعالى خلي البنات ياخدوا راحتهم يلا. طب ما ياخدوه حد حيشهم. ما تاخدوا راحتكم يا جماعه، يعني ده انا اخوك الصغير مفيش حاجه. معلش معلش تعالى هكلمك بقى. طب هسجلكوا تاني. ايه بس في ايه ده وقته يا ماما، ما تسيبيني مع البنات شويه. انا هكلمك في البنات. ايه رايك عجبتك؟ هي مين؟ ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميله. طنط جميله مين؟ لو كانت عجبتك اكلم لك مامتها واخطبها لك. ايه هو ده، انت عايزه تخلصي مني اوام كده؟ ليه يا حبيبي؟ مش عاوزه اخلص منك ولا حاجه، انا بس عاوزه اطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما. ايه القرف اللي انت بتقوليه ده؟ ولا بقول لك ايه، اختك هتتجوز النهارده واخوك بعد شهر هيتجوز، وفاضلش غيرك، عاوزه اطمن عليكوا بقى. ايه رايك؟ في ايه؟ في ياسمين بنت طنط جميله. ايوه. بصي، هي في حاجات كويسه وفي حاجات كده مش ولا بد. هي عامه كده بنت واعه. انت محلوية لي بالقصه دي، ما تجيبي بص. بص بص، في بنت كانت واقفه على اليمين مش واقعه، اخش اشوف ايه حكايتها. واقعه مش واقعه يا بنات. وهي عملكم هم الفرح هيبتدي وانتوا لسه بتحشي المحشي ده. الكبير لو عارف هيجي يبهدل. وانت يا اختي ما تجيش تساعدينا ليه؟ وهو انت على يدك نكش الحني ولا يا اختي تكونيش فاكره للخدامين؟ احنا حريم جبر البطاش برضك. ما كنتش فاضيه، كنت بسبح الوعد عشان منصور به الكبير مصر لازما ولا بد منصور الصغير يكون جنبه وملازمه من أولة الفرح. واه، يعني هي دي الحجة اللي نفدت بيها يا نجيبي؟ اتشطري يا فسحية انتي واعتدال وهاتوا الوقت. حسرة علينا، فتنا كلها بنات. اختي احملي ربنا انك ما انتيش أرض بور زيي. دي إرادة ربنا يا عنات. وبعدين انت مهما حصل الاولاني ده انت اللي في الجلد يا بيت، بأمرت اني لساكي على ذمته وما طلقكيش. مش لازم قلبك الابيض يا حبيبتي. واه 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 واه، جرالك ايه يا مرتي؟ وهي لسه ما خلصتوش؟ خلص الحكايه ودي وشاحل شوي. حاضر حاضر يا عمتي نجات، حاضر. حالنها يا واد رد علي، حتى انا ابوك ما لديتش عليك ترد علي. طب يا واد بهانة، لما اشوفك هيبقى لي معاك حديد تاني. خبر ايه يا ابوي؟ حصل ايه كفل الشر؟ اخوكم عمال بيتمسخر في مصر ولا على باله فرحه الليله دي. واه واه واه، لهو دياب ما هيجيش الليله دي ونفرحوا بيه وهو عريس. عارفه يا بنت يا اعتماد، ده لو ما جاش هقطع خبره بصراحة. يا ابويك ده انت اللي اللوم عليك. ليه يا بنت يا نجات؟ انت عودتنا نقوله الحق وما نخافوش حتى لو على رقبينا. وايه هو الحق يا نصحة اخواتك؟ الحق انك دلعت دياب بزيادة قوي لما قوي علينا كلنا حتى انت يا ابوي. اخرس يجي انقطع لسانك. يا ابوي كلنا شايفينه وساكتين، ده هو الوحيد اللي دخل مدارس اجنبية ودخل الجامعة الامريكانية. لانه راجل ولا عاوزانا ادخلكم الجامعه وانتوا حريم؟ وجابر اخونا الكبير ما دخلتوش ليه؟ ما هو راجل زيه. غلبت معاه، جابر دماغه ناشفه ومخه تخين واخد الحكايه عافيه، لكن دياب اخر العنقود، يتيم وامه ميته. ما همه تبقى ام احنا كمان يا ابوي.
يعني احنا يتامى زيه ويمكن اكتر. لا يا وداد، دياب محدش زيه، ده امه سابتهولي وهو في اللفه. الله يا دياب، بس لما اشوفك يا ابن الكلب قدها وقدود يا حسام، طول عمرك رجل المهام الصعبه. يا فندم لا صعبه ولا حاجه، دي الحمد لله كانت شكه دبوس. يعجبني فيك ثقتك في نفسك. ثقتنا عليك فينا يا فندم هي اللي بتدينا ثقه في نفسنا. ولا انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ لا يا سيدي، ناس تتهنى وناس تضرب بالنار. بقول لك ايه، علمت على صاحبنا في العمليه الاخيره؟ كالعاده يا فندم، حضرتك لو خلعت هدومه هتلاقيه معلم كله يا باشا. باشا بعد اذن عليك ما تنساش فرح اختي النهارده، نطمع في تشريفك انت والمدام ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يتمم بخير يا حسام. شبعنا بقى يا باشا يوم فرحنا فطلي وما جتش يا سيدي، بنتي كانت بتولد. تتعوض الجوازه الجايه ان شاء الله معتز. تقرير المأمورية هيبقى على مكتب معاليك بكره الصبح ان شاء الله يا فندم. يا سيدي خليها بعد بكره، اكيد النهارده بقى هتبقى مشغول وعامل فيها ابو العروسه. هو بصراحه النهارده هيبقى مشغول وعامل فيها ابو العروسه فعلا يا فندم. ربنا يعينك يا سيدي وربنا يتمم بخير. كتر الف خيرك يا فندم. تأمرنا حاجه معاليك؟ شكرا ليكم، ربنا يخليك يا فندم. تعليماتك يا باشا. شكلينا رجاله، ربنا معاكم دايما. الله يحفظك يا فندم. الف سلام. ماشي يا ابو العروسه يا دي النيل. الحكومه. الو. ايه يا حسام قلقتني عليك، طمني عملت ايه في المأمورية؟ الحمد لله حبيبتي مسكنا الواد. طب يعني ما كلمتنيش ليه تطمني اول ما خلصت؟ انت عارف انا ببقى قلقانه ازاي. هعمل ايه بس يا سلمى، كنت عند المدير، انا حطير على البيت، البس البدله واجي اخدك من عند الكوافير. طب قول لي يا حبيبي هتلبس انهي بدله؟ السموكينج ده لابو العروسه. طيب البس بقى الكرافته اللي جبتها لك في عيد ميلادك عشان هتبقى ماتشنج قوي مع الفستان اللي انا هلبسه. ماتشنج ايه وبتاع؟ بقول لك سموكينج، سموكينج يعني بابيون يا سلمى. بابيون ايه يا حسام؟ ده انا كده هضطر اغير الفستان عشان كنت بانيه كل حاجه على الكرافته اللي انت هتلبسها. لا وعلى ايه، خليك انت بالفستان وانا هغير البدله والبابيون وهلبس بدله عاديه عشان الكرافته الحمراء اللي انت جايبها لي. حاضر يا حبيبتي، مع السلامه. في لحظه كده غيرت الكرافته وعامل لي مسيطر وكوماندا في الاول بس عشان لسه مخطوبين. كلهم بيقولوا كده في الاول. اسالني انا اشمعنى، لان في الموضوع ده انا قائد. اقول خايف من ايه؟ بقول لك قول يا قائد. والمثل بيقول لك ايه، اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. اتفضل فدني. ها ما هو ما انا بقول لك، اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. عارف يا ده معتز انت بتفكرني بمين؟ بمين؟ الواد محمد اخويا الصغير. اشمعنى؟ بسم الله ما شاء الله، سكر زيك كده، عسل عسل. يلا يا يا حسام يلا. خلاص يا ستي ارتحتي؟ اطمنتي على حسام؟ ايوه يا ماما اطمنت عليه. انت مالك كده يا عصمت؟ قاشة ملحة البيت ومتابعاها في كل خطواتها. الله جري يا سعيد، مالك يا اخويا قاشة ملحتي كده ليه؟ بس سيبني اتكلم مع بنتي يا اخويا براحتنا. في ايه؟ جرى ايه بس يا ام العريس؟ هدي نفسك كده، النهارده فرحه يا جماعه، انا عايزك تبقي كل على الاخر. ها؟ ابوك مستقصدني في الروحه وفي الجايه. انت اللي مستقصده البيت، حرام عليك يا شيخ، حرام عليكي، سيبيها بقى تعيش بحريتها. جري يا سعيد، بنتي يبقى واعيها، بفهمها تعمل ايه وما تعملش ايه. ليه يا ماما؟ ايه الغلط اللي عملته في مكالمتي مع حسام مثلا؟ مدلوع عليه، ما انتش عارفه تسيطري يا سلمى. اسيطر على ايه يا ماما؟ احنا في خناقه، احنا بنحب بعض. عيب يا بنت، في بنت مؤدبه في الدنيا تقول الكلام ده قدام باباها ومامتها؟ طب يا ماما طالما بقوله من وراكم ممكن اقوله من قدامكم عادي، مفيش حاجه. طب انا هروح البس. طب يا جماعه انا هروح انا كمان للحلاق عشان الحجز ما يروحش عليا. ها ماما النهارده فرحي. ها فرحي. مبسوطه؟ مبسوطه يا اختي، اهم كلهم طفشوا. بركه فيك، رايح فين؟ اخد حمام. تاخد حمامك؟ عارف لو ظبطت الدنيا هيحصل ايه؟ مش هيحصل لك كويس. انا داخل اخد حمامي وراك. حاضر. استنى عندك، ما تنساش ما تقلع الساعه بتاعتك. حاضر. هي كلمه، انا قلت هتتجوز دياب، يعني هتتجوز دياب. مش هتجوزه يا عمي، ولو اتطبقت السما على الارض هكسر لك راسك الناشفه دي. انت عايز تفضحينا من الخلق؟ انا قلت كلمه ولا يمكن ارجع فيها. ما عندناش حريم تكسر كلام رجاله، فاهمه يا عمي؟ انا مره ب 100 راجل وانت عارف كده كويس، ولا نسيت انا جبت مين؟ انا بنت كبير الطراشنه، الله يرحم. الله يرحمه يا ستي ويرحمنا منك عاد. اسمعي، انا الكبير دلوقت، والكلمه كلمتي والشوره شورتي، وكلمتي لازم تتنفس. اسمعي كلام عمك يا بنيتي، ما تنشفيش راسك. وان يا حكمت، دياب ده زن الرجال وملو هدومه، والف واحده تتمنى التراب اللي بيمشي عليها. انا قلت اللي عندي، ما هتجوزوش يعني ما هتجوزوش. يا بنت الحلال، الجوازه دي
هيترتب عليها مصلحه كبيره بيننا وبيناتهم. وانا لعبه في يدكم تجدوا بيها مصالحكم بعدين ترموها؟ مش كفايه ورث ابويا اللي حرمتني منيه؟ وبعدين في الكلام اللي يفور الدم ده. استهدي بالله يا حكمت وعدي الليله دي على خير. عمك صادق في مجام ابوكي وبيدور على مصلحتك. مصلحتي ولا مصلحته هو؟ قسما عظما لما اتجوزت دياب لتخك يا رين وتاوي جدتك وخلي الدبال وزرك ما عارف فيك يشترك جره. تفضل تفضل يا سيد الناس تفضل. نايم فوق يا ابن بتع الكتعي. واه 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 سيدي جابر في مصر ايه الخربطه دي؟ نورت يا سيدي الحمد لله بالسلامه. سيدك دياب فين يا واد؟ سيدي دياب نايم جوه. وايه الخلاجات اللي انت لابسها دي؟ فين يا هذه اللاسه والجلابيه؟ دي هدوم فرنجي روشه لزوم العشاء في مصر. والنعمه الشريفه نضيفتي يا ابن بتع الكتعه. وايه جزايز الخمره دي كلها؟ دي كلها تخص سيدياب. سيدك دياب ده كان جالبها مسخر عاد ده. طيب انا خشش له. لا يا سيدي الناس. لا يا سيدي جابر ابو سيادتك لا ده يموتني يقطعني قطيع. قبري يلم العفش افهم يقطع قطيع ليه افهم. اصله يا واحدة هاي اصله عنده ضيوف بيقابل الضيوف في اوضه النوم. ايوه ده العادي بتاعه سيدي دياب بيقابل كل الناس في اوضه النوم الا قرايبه. لا حول ولا قوه الا بالله انا خشش له. سيدي جابر لا انت على هنا. ايه المنظر ده وبعدين اخوه ومتوحشه وقريب يشوفه. انت ايش اخششك؟ ايه جابر خبر ايه؟ حصلت حاجة؟ النهارده فرحك يا عريس. قوم احنا بقينا بعد العصر. نسيت اياك. انسى كيف؟ ما انا هاي جابر بجهز نفسي. قوم استر نفسك وحصلنا على برا يا ولد ابوي. دياب انت بجد عريس وفرحك الليله؟ الليله وكل ليله يا عروس. يلا امي خد ايدك شاور ونعنش نفسك لما تشوف الرجاله اللي برا. انا جيت حسام حبيبي تعالى. عروستنا الحلوه خلصت ولا لسه؟ ازيكم يا بنات؟ ازيك يا شاهين؟ ازيك لسه عمي. شويه. ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. يا بختك عم ساهر. ايه رايك بقى الفستان حلو؟ بسم الله ما شاء الله قمر. الواد ساهر لو شافك هيغمى عليه من الفرح. انا مش عارف اليمامه دي هتتجوز قالب الطوب ده ازاي. طبعا مين يشهد للعروسه؟ شفتي شاهين ده اللي كنت بعدها على رجلي واخدها اجيب لها شوكولاته كبرت وبقت عروسه. ممكن لو سمحت ما تكبرش نفسك؟ كان نفسي ابوك الله يرحمه يبقى عايش ويحضر معانا اليوم ده. جرى ايه يا حسام؟ ما انت ابويا واخويا. ربنا يرحم بابا ويطول لنا في عمرك يا رب. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. يعني انا بجد مش فاهمه، يعني ايه الصبح يضربك بالرصاص وبالليل يروح فرح اخته؟ يا حبيبتي اللي عمله حسام ده تكتيك احنا متدربين عليه، مش غلط منه يعني. تكتيك؟ ايوه عشان نشيل حركه الخصم ونسيطر عليه. والله شكلك انت اللي عايز تشلني، وبعدين افرض بقى كانت الرصاصه ردت في وشك وحصل لك حاجه، انا كنت اعمل ايه؟ اهدي مش كده، الامر بيد الله. بقول لك ايه، من الاخر كده شغلانتك دي مش مريحاني وطول الوقت اعصابي متوتره، انا ومالك مالناش غيرك. قلت لك انا ظابط مباحث وما ينفعش اكون في اي حاجه الا المباحث. خلاص اطلب منهم ينقلوك مباحث الكهرباء. كهرباء؟ ما هي مباحث برضه. يا مان انت اكيد بتهرجي يا مان، ايه ده؟ انا مش بهرج، انا ومالك مالناش غيرك، انت لو حصل لك حاجه احنا هنلوص. بس كده عشان هتلوصوا؟ يعني وجودي في حياتكم مجرد مصلحه؟ ما تقولش كده يا زوز، انت عارف ان احنا حياتنا من غيرك مالهاش طعم. لا برضه زعلان. بطل دلع تعالى. من راحة إمان سوري. طب اهبط. قولي لك ايه؟ استنى. هو احنا لازم نروح الفرح ده النهارده ولا انت ليكي راي تاني؟ لا مالي، بس هنروح الفرح، بطل شقاوة. انا ما صدقت ان ماما جايه تبات مع ملك. ده انت عامله حسابك ومرتبه كل حاجه اهو. يعني ما هي فرصه نخرج من غير ملك، امتى اخر مره خرجنا من غيرها؟ مش فاكر. طب بقول لك استنى بقى،
عايزك تساعدني اختار فستان. عندك اوبا ده اتفك، عندك الطويل والقصير. الصراحه الاثنين وحشين، روح شوفي مين. يلا روح شوفي مين. مش فاهم الحمير في اكل الجنزبيل. هفتح الباب. سلام. الو ايوه حاج. اهلا اهلا يا معتز. اهلا يا حبيبي، وحشتني وحشتني قوي، ومالك كمان وحشتني قوي قوي. هتيجوا امتى بقى يا اخي؟ لا لا لا، انا عايز اشوف حفيدتي في اسرع وقت. تحت امرك يا بابا، اجيبها لك على اخر الاسبوع تشوفها. المهم انت بس طمني على صحتك، بتاخد الدواء في مواعيده ولا بتكسل؟ دوايا ان اشوفكم حواليا يا حبيبي. خد اخوك منير عاوز يسلم عليك ويطمن عليك. الو يا معتز، هكون بعمل ايه يعني؟ ما انا متمرمط في المحل اهو، طبعا اتحطيت وشايل الهم والعد كله على دماغي ومحدش سايل فيا، وانت بسلامتك شافت بطلك ومعدي، وكل اول شهر بتيجي تقفش الشهريه بتاعتك. هات هات هات، ده انت بجم يا ساتر. معلش يا ابني يا حبيبي، معلش ما تزعلش، ما انت عارفه اخوك الكبير وطول عمره جلمف. ماشي يا حبيبي ماشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ هتفضل طول عمرك كده؟ ايش حال ما كنت انت الكبير وهو الصغير؟ هتفضل طول عمرك نيرك من نيره؟ لا ما انا ما بكرتش على قفايا وما اتكلفتش بكلمتين كده في التليفون. ازيك يا منير؟ عامل ايه يا منير وطمنا عليك؟ لا حبيبي، وطول النهار قاعد حاطط ايده في الساعه، وجي لي اخر الشهر عاوز المعلوم، عاد الشهريه. وهو بيقبض من جيبك؟ الله، ده مالي؟ مالي وانا حر فيه؟ انا لسه ما موتش، انت عاوز تورثني بالحياه. بعد شر عليك يابا، معلش انا متعصب، بس زحمه الشغل وضغط الشغل عليا هو اللي خلاني بقيت البقين دول. يا كبداية، دي بدلتك يا زوز. ده فستانك يا برنسيس. زوز انا بموت فيك، ده الفستان اللي شفته في المول. على الله يطمر بس. بحبك. مرسي يا زوز. اتفضل يا سيدي. يا ديال، معوز تعجل اياك يا ولد ابوي. هو اللي عمله ابوك ده يخلي فيا عقل؟ في حد دلوقتي يتجوز عروسه ما شافهاش هي؟ من ميتة واحنا بنشوفه، من ميتة ابوك طول عمره هو اللي بيشوف لنا واحنا بنمشي وراه مغميين. بس دي جواز مش بيعة وشروة يا جابر. وهدان. اطمن يا دياب اطمن، ابوك ما حينجلكش حاجة عيب شواصل. وبعدين يعني هي دي آخر جوازة وبعمل زي اتجوز أربعة، والتلاتة التانيين بختارهم أنت على هواك. يا أخي أنا مفهمش ليه أبويا مصمم على الجوازة دي بالذات، دماغي حتشت. أفهمك، حكمة دي من عيلة الطراشنة. عمها يبقى صادق بيه الطراشني نايب دايرتنا، ليه مصالح كتير قوي عندنا وكلها في مصلحة شغلنا، والمثل بيقول اللي ملوش نايب يشتري له نايب. ايوه، والنسب يحمي المصالح ويقويها. ولك ده بتبيعوني عشان المصلحة وعاملين دياب قنطرة تعدوا عليه. المصلحة واحدة يا ود ابوي، المصلحة واحدة. باي باي بقى يا دودي، هشوفك تاني امتى؟ خلاص كده،
قفلت من النهارده ما هتشوفوش تاني واصل. ليه بس كده؟ اصله هيتجوز بعد الشر عنك. ايه ده؟ الموضوع بجد بقى؟ محدش ضامن، خليني على تليفون. طاهر امرك يا سيد الناس. خد مني هالمفتاح. شايلاه فين؟ شايلاه. خد المفتاح اهو. بسرعه كده. طب بقول لك ايه؟ لو احتجتي المنامي اني مفتاحي موجود. انت بتعمل ايه ياكل ناسك انت؟ ولا حاجه. يعني هي جت علي ما مكفهوش اللي عملوه فينا؟ كمان عاوزنا نتجوز على كيفه؟ استهدي بالله يا بنيتي وتجوزي دياب. على الاقل هيبقى ظهرك وسندك ويعرف يجيب لك حقك من ورث ابوكي اللي خدوا عمك وحطوا في جابه. انا موافقه بس عشان يجيب لنا حقنا. وانا من ناحيتي مش ههملك واصل، وجوزك ده هيكون يدي بيده وفي مقام اخويا الكبير. ودي الكرافات يا ست سلمى وحمرة علشان ايه بتعملي لناش فيلم؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحميك ويحرسك من العين يا ابني. ويخليك لينا يا ماما، انت اللي زي القمر. ايه الدلع ده؟ ايوه طبعا دلع ونص كمان. تعرف يا حسام، انت الوحيد في اخواتك اللي طالع زي ابوك، واخد هيبته كده وطلته. اه والله ربنا يجعلنا زيه في اخلاقه، ما يبقاش شكل بس يا ماما. ومين قال انك مش زيه في اخلاقه؟ ده انت تربيت ايديا يا واد. ما هي المصيبه ان انا تربيت ايدك يا ماما. مصيبه ان انا ربيتك يا واد. اه لانك ربيتينا صح قوي في زمن ما فيهوش الا غلط، كله شياطين بعد عني، كله شياطين. لما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يحميك منه. طب ده يمشي مع شياطين الجن، هنعمل ايه بقى في شياطين الانس اللي كل شويه توسوس لك توسوس لك توسوس لك لما الواحد هيروح في داهيه؟ ايمانك بالله هو اللي هيحميك من الشياطين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم ونعم بالله. ادعي لي يا ماما، ادعي لي. ربنا يحفظك من كل شر وسوء ويكفيك شر الشياطين يا رب. امين يا رب العالمين. والله لسه بسرتك، لسه بسرتك. طبعا انا قاعد مرمي في الوادي الجديد وانت قاعد هنا واخد كل الدعاء. وحشني. اه وانت يا رائد اخبارك ايه؟ جيت انت نقيب من الوادي الجديد من ساعتين. الله ما شفتكش يعني. ما انا كنت هلكان قوي، دخلت نمت لسه صاحي دلوقتي. وقعد معانا كام يوم؟ قول لي بقى يومين وراجع زي كل مره. فرح اخوك اخر الشهر لو ما حضرتوش هتضحك، وبعدين الواحد ما بيغلطش ويتجوز غير مره واحده في العمر. لا ما تقلقش، قدمت على مرضي وقعدت في ريفيزك 20 يوم. الا قول لي انت ما عملتش فرحك انت وسلمى ليه مع شهنده وساه؟ ايش حال ما كانوش اخوات زيكم؟ ولا انتوا جايين تشحططونا وخلاص؟ سلمى يا سيدي اصرت، قالت لك ده هي ليله العمر تبقى ليله واحده، انا عايز ليله لوحدي. الله، ما هي عندها حق يا ابني، هي الواحده بتتجوز كام مره؟ مش كده ولا ايه يا رائد؟ تمام يا ماما تمام. طب يلا انا هاخد بقى البنات كلهم واسبقكوا على القاعه. بنات ايه اللي تاخدهم يا صاحبك شاهين؟ وانت مالك ومال صاحبك شاهين؟ ما انا قلت ازنقهم كلهم في العربيه الصغيره عشان اسيب لك العربيه الكبيره يا عم انت وماما والعرس. تزنقهم في العربيه الصغيره؟ انت ناسي يا ابني ان انا خاطب ولازم اروح اجيب خطيبتي؟ وتروح تجيبها ليه؟ ما تيجي مع اخويا، ما هيتنقي ليه ياخد العروس. العروس يا ابني انا هروح اجيبها من عند الكوافير، وبعدين كنا هنجي لكم هنا عشان نطلع ورا بعض في الزفه. الله، والبنات يركبوا مع حسام في العربية الصغيرة. يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ لا تاكسي ليه؟ ما انا موجود، هتركب صاحبات اختك في تاكسي وتشحططهم وانا هاخدهم وامشي. انت خالص خالص يا حسام ما يصحش، البنات قاعدين مع اختك من الصبح، نركبهم تاكسي ينفع ده؟ لا ازاي؟ اخدهم واروح لخطيبتي اجيبها من عند الكوافير وارجع، هاخد البنات امر الله. اوعى اوعى يا حسام تعالى هنا اهو. لما انت هتموت على البنات ما تتجوز بقى وتخلصنا. اتجوز الجواز ايه ونيله ايه؟ مش الجواز ده محتاج ملغيه؟ كان زماني قاعد بلاغي دلوقتي مع واحده منهم عشان اتجوزها. اديك بوظت يا ابني. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي، انت لسه صغير دلوقتي، بكره لما تكبر وتعجز عاوز حد يقعد جنبي، حد ياخد باله مني عشان لما يديني الدواء. مش ده اللي كنت هتقوليه؟ اه. وانا هخش دنيا عشان اخرج منها؟ انتوا فاهمين الجواز غلط شكلكم. يا حسام هات البنات دي. ايه ده بقى ان شاء الله؟ انت لسه ما جهزتيش؟ اجهز ايه بس يا معتز؟ الفستان ده غالي قوي، جبته ليه؟ ليه؟ مفيش حاجه تغلى عليك يا حبيبتي. لا بتكلم جد يا معتز، انت مرتبك مكفينا بالعافيه، لو جبته من فلوس مرتبك هنرجعه على فكره. اطمني يا ستي، جبته بمكافاه خدتها من الشغل، ارتحتي؟ يعني يوم ما تاخد مكافاه من الشغل بدل ما نحطها في قسط الشقه بتجيب لي بيها فستان يا معتز، حرام عليك. هو احنا جينا في شهر واتزنقنا؟ ما احنا ربنا استرنا معانا والحمد لله. خلاص ما تزعلش. وبعدين انا ما يرضنيش ان مراتي حبيبتي تروح فرح زي ده الا فستان جديد. ربنا يخليك ليا يا موز. يلا بقى الفرح يفوتنا ولا نقعد؟ بطل بقى، يلا روح البس ساعه ونكون جاهزه. بص قدامك يا محمد يا ابني، بص قدامك اللي هنعمل حادثه كده، انت تبص عليهم ليه؟ عارفه يا ماما ابنك حسام ده مبخت من يومه. انت هتقول لي ده اخويا وانا عارفاه كويس؟ طبعا محظوظ، مش خاطب اختي.
وليه بقى ما تقولش ان هي اللي محظوظة عشان مخطوباله؟ خلاص خلاص ريحوا نفسكم، هما الاتنين محظوظين. الله الاغنية دي حلوة قوي يا حسين. نسيني فكر يا حسين لما رقصنا عليها انا وانت في عيد ميلاد شهندة من سنتين. رقصنا هي لسه شهين وسنتين مين وشهندة ايه اصلا؟ هو رامي بلا هتودينا في داهية. انت بتعرف ترقص يا حسين؟ ها؟ بتعرف ترقص؟ بيرقص حلو قوي. لا والله والله انا يا دوبك بفك الخط في الرقص يا سلمى. جيهان بتبالغ، بس اصلا مربيها من وهي قد كده لا 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 لا، الرقص ده احساس، وانت احلى حاجه فيك انه عندك احساس حلو قوي، خصوصا لما يرقص سلو. وكمان سلو يعني انا بتبالغ، مش بقول لك بتبالغ. بالغ ليه؟ انت كل حاجه دايما كده، دايما بتبالغ دايما بتبالغ. لا انت مش عارف قيمه نفسك والله. يا بختك بيه يا سلمى. يا بختي فعلا. طب لحظه بقى كده، نسيني خالص. ايه يا حسام مالك قفلت الاغنيه مره واحده كده ليه؟ يعني اصل احنا على طريق واربع كاوتشات وحته حديده في الهواء، ما حدش عارف بقى، يعني الواحد لو لا قدر الله حصل حاجه يعني بقى بيقرا قران في سر وبيعمل حاجه مفيده. وانت يا سلمى بعد اللي سمعتيه من أنيسة جيهان عايزة تكملي كملي، مش عايزة كل شيء اسمه نصيبة بنت الناس. ترخيرك يا جيهان. يا حسام يا ابن المحظوظة. يا ولا بص قدامك هنعمل حادثة. محظوظة محظوظة محظوظة، شكلك آخر مرة هتشوفها. يلا يا رزل. عيني يا عيني.